يا مساء الفل على كل حبايبنا اللي بيتابعونا من كل مكان، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من لقمه هنيه. رجعنا لكم على الهواء مباشره زي ما كنا قبل رمضان. يا رب تكون الايام اللي فاتت كانت ايام سعيده علينا كلنا. هنبتدي بقى نوع جديد من الحلقات، وهنرجع تاني للشكل اللي كنا شغالين عليه قبل رمضان بتوليفه في السفره مختلفه عن رمضان، لان رمضان بيحتم علينا ان احنا نعمل اكلات معينه بشكل معين، يكون فيها شوربه، يكون فيها مقبلات بشكل اكبر. هنرجع بقى تاني للسفره المعتاده. تعالوا كده ايه، هاخدكم جوله على سفره النهارده قبل ما نطلع فاصل. النهارده هنعمل مكرونه فيتوتشيني. وفيتوتشيني ده يا جماعه اسم تقطيعه المكرونه، المكرونه الشرايط دي اسمها فيتوتشيني. حلو، بصلصه الطماطم والجمبري. هنشوف ازاي هنمزج ما بين الاطعمه دي، وازاي هنخلي طعمها حلو، وازاي هنخلي طعم الجمبري بما ان هو نجمة الوصفة دي يبقى باين. هنتكلم عنه بالتفصيل، بس مش عايز يعني ايه نخوض في الموضوع ده دلوقتي لغاية لما نيجي لعمل الوصفة نفسها. بعد ما خلص الجمبري او فيتوتشيني الجمبري، هنخش على تورلي الكاليماري. هنشوف ازاي من الكاليماري نقدر نعمل طاجن. الطاجن ده يتعمل في الفرن فيبقى طاجن، او تبقى يخنة على البوتاجاز نمزج فيها ما بين طعم الكاليماري وطعم الخضروات المختلفة اللي ممكن انتوا تحددوا نوع الخضروات اللي انتوا عايزين تحطوه على حسب ايه نوع الخضروات اللي انتوا بتحبوا. طيب بعد ما بنخلص او بعد ما هنخلص الكاليماري بالتورلي او بالخضروات، هنعمل ايه؟ هنعمل دي حاجة انا بحبها بقى جدا. هعمل النهاردة كابوريا اورما، يعني هنجيب بصل الاورما. عارفين طاجن الاورما، طاجن البصل اللي بيتعمل يا اما قرديحي كده يا اما بيتعمل باللحمة، هنعمله النهاردة كابوريا. فهنشوف ازاي نعمل الطاجن ده، او ازاي نعمل اليخنه دي. هاخد دلوقتي فاصل، بعد الفاصل هرجع لكم هنشوف ازاي هنعمل. يا اهلا وسهلا بيكم مره ثانيه، رجعنا من الفاصل. قبل الفاصل اتكلمنا عن سفره النهارده وشفنا ايه الاطباق اللي هنعملها. انا معاكم من دلوقتي ان شاء الله ولمده ساعه على الهواء مباشره. تقدروا تكلمونا على ارقام التليفون اللي هتظهر على الشاشه قدامكم دلوقتي، او من خلال صفحه الفيسبوك لقمه هنيه. يلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه. قبل الفاصل قلت لكم انه انا قبل وانا احنا او احنا في الفاصل انا سخنت الطاسه علشان نعمل الوصفات. قلنا هنعمل ثلاث حاجات، هنعمل مكرونه فيتوتشيني بالجمبري، وهنعمل كاليماري بالخضار، وهنعمل كابوريا اورما. هنبتدي بايه؟ تعالوا نفكر سوا هنبتدي بايه. تعالوا نبتدي الاول بالكاليماري التورلي، وبعدين نخلي الجمبري في الاخر لانه بياخدش وقت في التسويه، سهل جدا وسريع في العمل بتاعه. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه بالظبط. هاجي هنا هحط زيت نباتي. ليه بقول دايما زيت نباتي كده وانا بطبخ؟ لانه انا ببقى عايزكم تستخدموا زيت نباتي، بس لما ما بقولش اسم الزيت بيبقى في الحاله دي اختاروا الزيت اللي انتوا بتفضلوه. زيت نباتي يعني زيت ذره، زيت عباد شمس، زيت زيتون، بصرف النظر هو ايه، بس المهم ان هو يكون زيت نباتي. هنعمل ايه بقى؟ نيجي هنا كده ناخد الكاليماري ده وناخد رشه من الملح. بص يا ابو حميد عندي هنا من فضلك، انا بتبل الكاليماري. حلو، رشه من الملح ورشه من الفلفل الاسود. بصوا كده، بص على هات كده يا ابو حميد مقادير حلقه النهارده كده من بعيد عشان نبص عليها. بصه المقادير اللي احمد هيجيبها لكم دلوقتي هي مقادير متنوعه المكونات، يعني في خضروات وبعض التوابل ومش عارف ايه، بس هتلاقوا ان التوابل على السفره كلها اقل ما يكون. لا بصرف النظر عن الجمبري او غيره، لو تقدر تجيبها يعني بشكل اوسع. ليه جايب السفره دي؟ عشان اوريكم انه انا مستخدم توابل يعني تكاد تكون ملح وفلفل اسود وواحد نوع او نوعين بس اخرين من التوابل. ليه؟ علشان مش عايزين نحط توابل كتير. يلا يا ابو حميد ارجع تاني كده ليا من فضلك. تعالى بقى نشوف هنعمل ايه. انا جيت هنا حطيت على الكاليماري ده ملح وفلفل اسود. حلو، هاخد مش محتاج بقى يتساب يتبل ولا الكلام ده. هاخد الحلقات الكاليماري دي وانزل بيها هنا في الزيت، وبتتحط هي قبل ما يتحط الثوم او يتحط البصل او ايا كان نوع الخضار اللي هيتحط. لو تلاحظوا ان انا كنت ممكن امسك الطبق وانزل الكاليماري كده مره واحده، بس انا ما عملتش كده علشان
الكاليماري ما يجيبش ميته. يلا هديه تقليبه كده حلوه ونوسع هنا. هعمل ايه بقى؟ هسيب دول كده ياخدوا تشويحه واجيب طبق خارجي. دايما في الاطباق المختلفه اللي بنعملها بنحاول نوازن ما بين التسويه والطعم والنكهه. بمعنى ايه؟ انه انا اي نعم عايز الاكل يبقى طعمه حلو وطعمه متجانس، بس في نفس الوقت مش عايز الاكل يكون فيه حاجه مهريه او مش مستويه كويس. يعني ولا انا عايزها تكون مستويه زياده ولا مستويه اقل. فده اللي بيخليني في كتير من الوصفات ما بحطش الاكل كله على بعضه، لا بشوح حاجه او بسوي جزء من الاكل واطلعه بره واحط الباقي وبعدين اجمع الاثنين في مرحله لاحقه. علشان كده دلوقتي حالا هاجي هنا، تعالى كده يا ابو حميد، وهطلع حلقات الكاليماري اللي انا شوحتها. طب هل هي كده خلاص مش هتنزل على النار تاني؟ لا هتنزل، بس في مرحله لسه ما جاتش او لسه ما جاش وقتها. بس انا مش عايزها اكتر نار في المرحله دي. وارجع هنا تاني واحط بقيه حلقات الكاليماري. تعالى يا ابو حميد هنا. كل اللي انا حطيته على الكاليماري اللي حضراتكم شايفينه قدامكم ده في الزيت هو الملح والفلفل الاسود فقط، ما حطيتش اي حاجه تاني. نوسع كده. زي الفل. نجيب بقى بقية المكونات كده جنبينا علشان نفكر ونشوف المكونات دي ترتيبها في الطبق هيكون عامل ازاي. الوصفة دي وصفة سهلة. وقت بصوا 90% من وصفات السي فود بصرف النظر كانت ايه، سواء كانت قشريات او كانت اسماك حتى او اي او صدفيات، بصرف النظر عن نوع المكون البحري اللي احنا بنطبخه في الغالب ما بتاخدش وقت في الطبخ. فدي ميزة كويسة جدا. زي ما كنت بقول كده، لو احنا ما عندناش وقت وعايزين ناكل اكل معمول في البيت، السي فود هيبقى واحد من اول الاختيارات. ولو احنا كمان خاصة ما عندناش وقت هيكون واحد من اول الاختيارات اللي ممكن نروح لها. تعالوا بقى نقرب مننا الطبق وهنزل بهنا. هطلع الاول حلقات الكاليماري اللي احنا شوحناها. بصوا بعد ما تشوح الكاليماري تحس انه شمع كده او تحس انه هو كده خد الشكل بتاعه اللي هيفضل وهيستمر حتى نهايه التسويه. احمد جايبه لنا اهو. هنعمل ايه دلوقتي؟ في نفس الطاسه اللي انا كنت بشوح فيها الكاليماري من غير ما اغير الطاسه او اغير الزيت او اغير اي حاجه كانت موجوده، هروح جاي هنا واخد البصل وانزل بيه هنا. يسرى انت لو بتكلميني انا مش سامعك. مش سامعك خالص. طب يلا، انا مش سامعك كويس بس سمعت ان في تليفون تقريبا حاجز شبه كده. طب يلا. يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. اهلا بيك يا شريف. الو. سامع برضو. الو. الو. ايوه كده سامع. يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا، زي حضرتك؟ ازيك يا شريف؟ الحمد لله بخير تمام. عرض احمد، ووحشتنا جدا. الله يخليكي. وبشكرك على كل حلقات شهر رمضان والعيد. انا اللي بشكرك على المتابعه والله. الله يخليك. وبعدين انا بهتم بالمتابعه لان سكيل وصفات والمكونات جميله، بس انا بستمتع بالمعلومات اللي انت بتقولها لنا والدقائق والتفاصيل اللي بتقولها لنا اثناء الطبخ. ربنا يخليكي، تسلمي. يعني فعلا ربنا يجازيه خير عن كل المعلومات اللي انت بتقدمها لنا. الله يخليكي يا استاذه فاتن، والله بجد انا اللي بتشرف جدا بمتابعه حضرتك، ومبسوط ان حضرتك بتستفيدي بالمعلومات اللي طبعا طبعا طبعا. ربنا يخليكي. وبشكرك وكل فريق العمل طبعا بشكره. ربنا يبارك في حضرتك، نورتينا يا استاذه فاتن. شكرا جزيلا. نورتينا وشرفتينا. شكرا يا استاذه فاتن. بصوا انا عملت ايه هنا؟ انا هنا شوحت البصل، وانا بشوح البصل بعد ما البصل دخل سنه في التشويح وبدا لونه يبقى عسلي سنه فاتح كده، رحت حاطط التوم. ما نحطش التوم في الاول علشان التوم بسرعه بيتحرق، مش عايزين ده يحصل.
هروح نازل هنا بالجزر، هتشوفوا شكل حلو قوي لليخنة دي او التشويحة دي. وبعدين بحط الجزر، واحنا بنحط الجزر لازم نحط في اعتبارنا ان المحتوى من السكر في الجزر بيبقى عالي، فنبقى بس واعيين كده ومدركين انه لما هنزود جزر في الوصفة طعم الوصفة هيبقى مسكر. فلو احنا تمام مع ده وعايزين ده يحصل نعمل كده. لو انتوا عندكم اي مشكلة مع ان طعم الوصفة يكون مسكر يبقى هتقللوا كمية الجزر. يلا ندي هنا كده تقليبة. طيب وبعد كده هنعمل ايه؟ بعد ما ادينا هنا كده تقليبة هروح جاي هنا واخد الخضروات نفسها. هنا حطينا خضار مشكل من البسلة والجزر والفاصوليا الخضراء، هيجيبها لكم احمد دلوقتي. طب خلينا نتفق اتفاق يا ابو حميد، انا مش سامعك خالص. ندي كده تقليبه، نرجع تاني نزود رشه من الملح ومن الفلفل الاسود، وهاخد هنا معجون صلصه الطماطم. وهاخد بشر الطماطم بعد ما شلت منه شويه من الميه اللي كانت معايا عشان مش عايز سائل كتير في الوصفه دي. هدي هنا كده تقليبه، شوفوا بقى ايه شكل لطيف جدا، هتخيلوا الطعم الحلو للطبق ده. بعد كده هعمل ايه؟ هروح واخد الكاليماري نفسه بقى، حلقات الكاليماري اللي احنا شوحناها باي سوائل متبقيه، وانزلها هنا. ناخد رشه الكزبره على بقدونس، وهاجي هنا هروح عامل التالي. بصوا بقى معايا انا هعمل ايه دلوقتي. امين احنا معانا سكينه هنا. طيب بصوا هعمل ايه دلوقتي، هاجي هنا في الطاسه دي واروح جايب المبشره واروح واخد زست او قشر الليمون، عشان ده هيدي ريحه خطيره جدا، هيدي ريحه قويه جدا للطبق ده. طب خدت كده داير داير، هعمل ايه؟ هلف تاني، عايز اخد كل قشر الليمون اللي موجود في الليمونيه دي. ابو حميد تعالى بقى نقلب اليخنه دي وناخد فاصل نصلح فيها الاير بيس. انا مش عارف تسمعني او لا، بس انا هعتبر نفسي ان انت تسمعني. طيب انا هخلص بس هاخد كده بقيت قشر الليمون ده، ريحه قشر الليمون خطير. بس هدي بقى تقليبه اخيره، لو نقلع الجوفز. يلا ندي هنا تقليبه اخيره، الريحه هنا حلوه جدا. وهنسيب بقى اليخنة دي كده على النار لمدة 4-5 دقايق، مش هنطول. على فكرة مش كل ما نطول على الأكل كل ما يبقى طعمه أفضل، في حاجات طبعا كل ما تبقى مطهية ببطء زي مثلا اللحوم اللي الكولاجين فيها أو اللي فيها اللحوم المطورة اللي هي بتبقى مثلا زي سمانة البقرة مثلا، دي لحمة محتاجة وقت طويل درجة حرارة قليلة، كل ما يزيد وقت التسوية عليها كل ما بقت أطرى وأطعم، لكن حاجة زي السي فود ما بتحتاجش وقت. هنعمل إيه بقى دلوقتي؟ ندي التقليبة الأخيرة و في تليفون، يلا بينا. أهلا وسهلا. ألو. يا أهلا وسهلا. أهلا بيك، أنا بتصل علشان أقول لك إن أنا معجبة جدا بأخلاق حضرتك بصراحة. الله يخليكي، تسلمي. والله 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 أنا عندي ولد بتمنى يطلع في ربع أخلاقك. يطلع أحسن إن شاء الله. ربنا يحفظك، أنا متشكرة جدا والله وفرحانة جدا إن أنا كلمتك. الله يخليك. طب أنت ليكي أي طلبات في المطبخ؟ عايزة وصفة معينة أو في حاجة معينة بتحبي تعمليها؟ أبدا بالعكس، أنا بس مبسوطة إن أنا كلمتك. أنا اللي مبسوط جدا إن أنا كلمتك وسمعت صوتك، نورتينا وشرفتينا، شكرا جزيلا. يلا يا أبو حميد هناخد فاصل، بعد الفاصل هنرجع نطفي على اليخنة دي لأن هي كده خلاص قدامها 2-3 دقايق بالكتير جدا وتبقى جاهزة، ونصلح الإير بيس ونرجع لكم مرة تانية. يا أهلا وسهلا بيكم مرة تانية، رجعنا من الفاصل. فاكرين
الليمونه اللي كنا بناخد القشر بتاعها او الزست بتاعها، الليمونه دي مش هنرميها، هناخد هنقطعها ونروح نعصرها فوق اليخنه الخطيره اللي احنا عاملينها دي. بص يا عم احمد كده، ملي عينيك كده، عصرنا الليمونه، هندي بقى تقليبه اخيره. يلا بينا، هنعمل ايه بقى في اليخنه دي؟ كل اللي هنعمله ان احنا هنغرفها في الطبق. حط كده شويه من الخضار في الاول. قولي يا احمد، كنت هقول هتقول حاجه؟ قولي. ما تغلاش عليك يا وضعي يا استاذه يسرى. الريحه بتاعت اليخنه خطيره، عشان كده بنصحكم ان انتوا ايه تجربوها، اتاكد ان هي هتعجبكم جدا. تعالوا بقى ايه، نحطها على السفره عشان نخش على بقيه الوصفات. يلا يا ابو حميد، هات لنا كده اليخنه دي، وبعد ما تجيبها ونتفرج عليها تعالى قول لنا مقادير اورمه الكابوريا. يلا يا ابو حميد. طيب الاورمه اللي هنعملها بقى دلوقتي هي عباره عن توليفه من الخضروات، بس نوع اخر بقى من الخضروات. هنستخدم البصل وهيكون هو الخضار الرئيسي في الوصفه دي. تعالوا نقول مقاديرها الاول، وبعدين احمد هيبقى يجيب لنا صوره الطبق او شكل الطبق. كيلو كابوريا، نص كيلو بصل اورمه، بصل اورمه يعني بصل احمر حجمه صغير، طماطم متقطعه شرايح، عصير ليمون، جزر مفروم، ثوم مفروم، وورق كزبره، ثمره فلفل اخضر حاميه، وثمره فلفل اخضر رومي متقطعه مكعبات، كوباية عصير طماطم، معلقة كبيرة شبت مفروم، ومعلقة صغيرة بهارات وملح وفلفل اسود. طيب عايزين بس نتكلم على حتة البهارات دي، علشان مفيش حاجة في المقادير او في الوصفات اسمها بهارات، وحتى لو قلنا بهارات سمك مفيش حاجة اسمها بهارات سمك، هو عبارة عن توليفة من الحاجات المعينة اللي معروفة. يعني مثلا ممكن اقول كمون، ممكن اقول قرنفل، ممكن اقول ورق لورا، ممكن اقول توليفه من الخضروات. فخليني اشرح لكم ايه البهارات اللي انا حطيتها هنا، اللي احنا حاطينها هنا. احنا حاطين هنا مع الفلفل الاسود حاطين ورق لورا مبشور، وحاطين كمون مفروم ناعم، مع رشه صغيره من الكاري. دي التوابل اللي حضراتكم شايفينها دلوقتي. هنعمل ايه بقى هنا؟ هنيجي هنا في الطاسه دي وننزل بالزيت، ومسخنين الطاسه دي كويس جدا، ونروح جايين بادئين بالبصل الأول. هنبص عليها سوا. نبتدي كده بالبصل ونديه تقليبة. حلو جدا. طيب وبعدين هنيجي هنا على البصل، نروح نازلين بالجزر. زي ما بقول لكم وصفات السي فود كلها ما بتحتاجش وقت كبير في الطهي، تستوي بسرعه جدا. طب وبعدين هنعمل ايه؟ هنيجي هنا ناخد الفلفل الحار والفلفل الرومي وننزل بيهم هنا. ندي كده تقليبه، واحنا بنقلب ناخد رشه من الملح والفلفل الاسود. واخد نص كمية خلطة التوابل اللي احنا مجهزينها، وندي هنا كده تقليبة. بس، وهنجيب بقى طبق خارجي. نحط هنا فيه
التجهيزه اللي احنا جهزناها دي، بس بالراحه كده عشان ايه القوارب ما بتجريش. يلا بينا نرجع تاني بالطاسه هنا على النار وناخد الكابوريا. هاجي هنا بالكابوريا دي واخدها واحطها الاول على ظهرها مش على بطنها، وعشان الطاسه تاخد كميه جيده بنحطهم بشكل دائري كده في الطاسه، ده هيخلي الطاسه تاخد كل كميه الكابوريا اللي موجوده. فاضل واحده هنوسع لها كده ونحطها في المنتصف، وهي كده على النار هنروح واخدين رشه من الزيت خفيفه كانها بتتشوي كده، رشه الملح، الفلفل الاسود كمان، ورشه من البهارات. نقرب مننا بقى الخضره دي، بس تتحط في الاخر بعد تمام التسويه. طبعا بس نغسل ايدينا. ونرجع مره تانيه نبص على الكابوريا ونشوف هتاخد قد ايه وقت في التسويه. دلوقتي بقى ممكن بصوا دايما شايف البركان ده يا ابو حميد؟ ده مش بركان بقى. السوائل اللي في المكونات وهي تتشوي لما بيسخن الجزء اللي تحت بتقعد تتقلب وبتطلع لفوق بقى، فده اللي بيحصل قدامك دلوقتي. تعال بقى نبص على الكابوريا نفسها اللي كانت عماله تبقلل كده، اول ما تبقلل يبقى دي علامه ان انت محتاج تقلب على الناحيه التانية. اللون بيتحول بقى من اللون الرمادي كده للون البرتقاني. نفس الكلام ده برضه بيحصل في قشر الجمبري، لما بنيجي نسوي الجمبري خاصة لو كان بقشره هتلاقوا إن الجمبري لون قشره بيتحول من اللون الزهري للون البرتقاني. تعالوا نعمل إيه بقى؟ ناخد رشة من الليمون، عصير الليمون. أنا هنا محتاج أكمل تسوية البصل، فبعمل إيه؟ تعالى كده يا أبو حميد. هاخد هنا شرايح الطماطم احطها كده اهو، ممكن نفردها بس كده ونوزعها، وهروح نازل بالبصل. انا نزلت بالبصل هنا هفرده كده واوزعه، ومحتاج شويه اغطي الطاسه دي علشان البصل يستوي. ناخد يا اهلا وسهلا يا مدام ايناس، زي حضرتك. اهلا 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 اهلا. عامله ايه؟ وحشتينا جدا. الحمد لله على سلامتك. اخبارك ايه؟ انت كمان اللي وحشتنا خالص يا شريف. عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ انا كويسه الحمد لله، انت كويس؟ الحمد لله زي الفل. الحمد لله والله بخير. الحمد لله يا رب تكون اجازه سعيده. كانت جميله الحمد لله. الحمد انت لله. انت اخبارك ايه وصحتك عامله ايه؟ وايه الاخبار تاني؟ كله تمام؟ الحمد لله تمام والله بخير. الحمد لله. انت كويس؟ زي الفل. قولي لي الفتره اللي فاتت دي عملتي ايه جديد في المطبخ؟ نعم؟ عملتي ايه جديد في المطبخ الفترة اللي فاتت؟ انا عارف ان انت مبدعة ومبتكرة. لا مش مبدعة ولا مبتكرة، انا بعمل الحاجات بتاعتك انت بس يا شريف. طيب نورتينا وشرفتينا. يعني بص انا بحب البط قوي، فطول النهار بخترع في البط زيك. حلو جدا، انا بحب برضه البط جدا في الحقيقة. ماليش بقى في الاسماك والحاجات دي، بس الكابوريا انا بحبها برضه. وانا كمان بحب الكابوريا جدا. السمك لا، بس يعني بقيت يعني اتأدبت شوية معاك، يعني بعمله بيعجبني برضه. طيب الحمد لله. بس مش من هواياتي قوي. يا رب دايما كده نبقى بنضيف ل ربنا يخليك يا شريف، وحمد لله على السلامة بتاعتك. ومنور الشركة. الله يسلمك الله يسلمك، نورتينا وشرفتينا يا استاذه ايناس، بنحب دايما نسمع صوتك ونطمن عليكي. طيب انا عملت ايه؟ احنا خلاص خلصنا، مش عارف احمد جاب لكم الطبق بتاع يخنه الكاليماري ولا لا، هيجيبه لكم دلوقتي. ده احنا عملناه وغرفناه في نفس الوقت اللي قدامكم ده. الطبق ده حلو جدا، جربوه زي ما انتم شفتوا، كانت طريقته سهله وبسيطه للغايه. في نفس الوقت حطينا على النار يخنه اورمه الكابوريا او الكابوريا بالبصل، وغطيتها علشان تكمل تسويها. تعالوا ناخد تليفون الاول قبل ما نطلع فاصل. يا هنا ازيك؟ الحمد لله. اخبارك يا شيخ؟ انا كويس. انت عامله ايه؟ الحمد لله. كله حلو؟ عندك كام الحمد سنه؟ الحمد لله. عندك كام سنه؟
عندي 10 سنين. يا اهلا يا اهلا يا اهلا. يلا ممكن بقى توطي التلفزيون شويه عشان تسمعيني واحنا بنتكلم مع بعض. طيب وطي التلفزيون. قولي بقى انت هنا بتعرفي تعملي اكل ولا لا؟ لا لسه، انا عايز اعرف طريقه اللازانيا عشان اعملها. طريقه اللازانيا احنا من عينينا. حاضر، هحط لك حالا طريقه اللازانيا على الشاشه. او هقول لك على حاجه، انا هطلع فاصل دلوقتي، وبعد ما اطلع فاصل يسرى هتحط لك على الشاشه طريقه اللازانيا. نورتينا يا هنا. يلا ناخد فاصل، بعد الفاصل نرجع لكم ونشوف طريقه اللازانيا اهداء لهنا، وفي نفس الوقت نشوف ازاي بقى هنعمل الجمبري مكرونه الفيتوتشيني بصوص الطماطم والجمبري. استنوا. يا اهلا وسهلا بيكم مره تانية. رجعنا من الفاصل. قبل الفاصل قدمنا طبق الكاليماري بيخنه الخضروات او بالتورلي زي ما كنا مسمينه، ودلوقتي هنبص مع بعض على، انا شلت ورق الفويل من فوق البصل القورمة مع الكابوريا. بعمل ايه بقى؟ عايز اطمن ان البصل ده مستوي، فبمسك كده قطعه البصل وابتدي كده ايه اضغط عليها بالمساكه، بشوف بصوا قد ايه هي طريت بتطلع من بعض. طالما بتطلع من بعض كده يبقى خلاص البصل ده استوى وبقى زي الفل. يلا هنعمل ايه بقى هنا؟ هنيجي نضيف شويه من عصير الطماطم الفريش، طماطم معصوره كده مش كتير، وبرده هحط معلقتين توم كده فريش مفرومين ونديهم كده تقليبه. وابتدي بقى دلوقتي ايه هقلب كده خلاص عادي لانه كل المكونات استوت. انا بس بدي دلوقتي التقليبه الاخيره اللي بعملها قبل مغرف على طول. طب وبعدين نشوف مع بعض حالا دلوقتي. رشه كده صغيره من الشبت وورق الكزبره. انا كده جاهز لغرف الطبق ده. طب احنا عايزين نخش على وصفه الفيتوتشيني، فيتوتشيني الجمبري. احمد هيحطها لنا على الشاشه، وعلى ما يحطها لنا هكون انا جبت الطبق ده كده وبدات في تقديم طبق الكابوريا اللي استوى بالفعل. يلا يا ابو حميد لما تبقى جاهز على الشاشه بالمقادير من فضلك قول لي. يلا بينا. كابوريا ريحتها خطيره زي ما كنا بنعمل في الطاسه كده، وبنخلي الكابوريا باصه لجوه الطبق مش لبره الطبق علشان تاخد الشكل الدائري، ونخلي الطبق يحتوي كميه اكبر من اللي ممكن يحتويها لو احنا حاطين الكابوريا بشكل اخر. قول يا احمد. الله ينور عليك. يلا بينا. مقادير فيتوتشيني الجمبري كالتالي: كيس مكرونه فيتوتشيني، كيس اللي هو بيبقى 400 جرام، نص كيلو جمبري وسط، معلقتين زيت، نص كوبايه بصل مفروم، معلقتين توم مفرومين، كوبايه فلفل احمر. وبنستخدم فلفل احمر مش عشان يدي لون، احنا نعرف نجيب الوان بشكل مختلف او بحاجه مالهاش علاقه بالفلفل، لكن احنا عايزين عشان طعم الفلفل الاحمر مسكر وفي التشويح بيدي طعم حلو جدا. كوبايتين عصير طماطم ومعلقه عصير طماطم. يلا بينا نشوف هنعمل ايه بالظبط. هناخد كده ايه اليخنة بقى نفسها نحطها هنا في النص. هل انت يا ابو حميد بتحاول تكلمني وانا مش سامعك ولا انت ما حاولتش اصلا؟ ماشي. يلا يا استاذة ام مؤاسر، ازي حضرتك؟ الحمد لله بخير. عاملة ايه؟ يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا يا اسر. انت اسر صح؟ اهلا وازيك يا شيف، كل سنه وحضرتك طيب. وانت بألف صحه وسلامه. ايه الاخبار؟ الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ الحمد لله يا شيف، كل سنه وحضرتك طيب. وانت بألف صحه وسلامه، منورينا ومشرفينا والله. وليه بتكلمينا منين يا ام اسر؟ عايزه اسال بس حضرتك على فتة الكوارع. على فتة الكوارع؟ ده من عينيا. حاضر، من عينيا الاثنين. عايزين نحط المقادير ولا في حاجه معينه في الوصفه؟ لا انا عايزه اعرف الفته بتاعت الشوربه. حاضر حاضر، من عينيا الاثنين. ماشي يا شيف، شكرا لحضرتك، نورتينا وشرفتينا، ربنا يخليك. الكوارع
من الحاجات او من المكونات الاطباق اللي بتحتاج وقت في التسويه وبتحتاج درجه حراره مش عاليه. ليه بنعمل كده؟ ليه محتاجين وقت ودرجه حراره مش عاليه؟ علشان الكوارع تستوي حلو، وعلشان في برضو خيط رفيع ما بين ان هي تكون مستويه وما بين ان هي تكون مهريه تماما، لان في ناس كمان بتسويها تسويه زائده لدرجه ان هي بتبقى مهريه ما بيعرفوش ياكلوها. تعالوا بقى نحط ده على السفره كده ونفكر يسرا ان هي محتاجه تحط مقادير اللازانيا وكمان مقادير فتت الكوارع عشان نتكلم عنها. تعالوا نخش على وصفه الجمبري ونشوف هنعمل ايه بالظبط بسرعه. يلا يا ابو حميد، هاجي هنا اجيب بقى الجمبري اللي في الوصفه اللي احنا كنا بنتكلم عنها. حلو جدا. طالما الجمبري ده هيبقى في طبق بيتاكل، وصفه اللازانيا على الهواء للاستاذه هنا، طالما هيبقى بيتاكل على طول كده مش هيبقى متحمر فيتاكل واحده بوحدتها، يبقى ما ينفعش نسيب الديل بتاعه، لان احنا في وصفات كنا بنسيب فيها ديل الجمبري، هنا مش هينفع نعمل كده. هناخد رشه من الملح ورشه من الفلفل الاسود، وبعدين نيجي في الطاسه نحط الزيت واخد الجمبري في الطاسة هنا وانزل بيه على دفعتين. طيب الجمبري ده لسه ما عليهوش بقى ايه اي نوع من انواع المنكهات الاخرى غير الملح والفلفل، احنا عارفين ده ومدركينه، احنا عايزين يبقى طعمه ملح وفلفل بس، بقيه الاطعمه الثانيه والنكهات الاخرى هتيجي من صوص الطماطم او من صلصه الطماطم اللي احنا هنعملها حالا دلوقتي. تعالوا بس كده ندي هنا تقليبه للجمبري اللي ما بياخدش دقيقتين علشان يكون استوى. لما بيستوي اكتر من كده يبقى طعمه عامل زي الكاوتش كده، لما بيستوي صح بيتقطم بسهوله جدا. هنجيب الطبق الخارجي المعتاد اللي بنستخدمه في كتير من الوصفات، ونيجي هنا نطلع أول دفعة من دفعات الجمبري وننزل بالدفعة الثانية. محتاجين بس نزود شوية من الزيت وهقرب مني بقى بقية المكونات. طبعا يا ابو حميد انت فجأة هتروح جاي ايه قايل لي يلا بينا صح؟ لا هيقطعهالك ان شاء الله. انا هقطعهالك ان شاء الله. يلا ندي تقليبه كده حلوه. ماشي، ندي تقليبه كده. هنسيب الجمبري ده هنا 15 ثانيه بس كده كمان على ما نجهز ترتيب المكونات الاخرى. يلا بينا كده انا جاهز لانه انا اطلع. الله ينور عليك يا ابو حميد. على الشاشه فتت الكوارع. بس يا اسر، بس يا ماما. هنزل هنا بالبصل. لو تاخدوا بالكم انا بشوح البصل مكان تشويح الجمبري من غير اضافه اي شيء تاني خارجي، ومش عايز بقى الون البصل ده، فاول ما بحس ان ريحته طلعت كده وبان بروح مديله حاطه التوم ومدي تقليبه، وبعدين هحط الفلفل الاحمر اللي احنا مقطعينه شرايح وندي تقليبه كده لغايه ما يطرى سنه صغيره كده. هنتفرج سوا ونشوف ايه اللي احنا نقصده ده. تمام كده، هروح واخد بقى رشه من الفلفل الاسود والملح ومدي تقليبة هنا، وبعدين ننزل بعصير الطماطم وندي تقليبة. ياخد غلوة واحدة بس قبل ما نحط فيه المكرونة نفسها ونديها تقليبة ونطلعها. طب هل بقى الجمبري اللي على الشمالي ده استوى؟ اه استوى، ده هيتحط زي ما هو كده هنا بالطريقة دي. هحس بطعم الجمبري اللي فيه جزء منه موجود
في الطاسه مكان تشويحه، وفي نفس الوقت هيكون الجمبري مستوي كويس، مش هيبقى مستوي زياده عن اللزوم. فمش لازم الجمبري يتحط في اليخنه او في التشويحه اللي حضراتكم شايفينها قدامكم دي. خلاص بصوا، ما دام بتبقلل كده تبقى هي جاهزه ومستعده. احط لها الخضره اللي احنا كنا مجهزينها لها، وناخد المكرونه نفسها ننزل بيها هنا. واحنا اتفقنا على طريقه تقليب المكرونه، لما بتكون مكرونه طويله سواء كانت فيتوتشيني او تالياتيلي او مكرونه سباجيتي، بنعمل ايه؟ بنحط المكرونه ونحط المساكه كده ونطلعها لفوق وننزل تاني. دي الطريقه الاسهل والاكثر عمليه لان احنا نقلب. طبعا لو الطاسه زي ما انا بستخدمها كده ممكن بسهوله نعمل كده، بس طبعا ده مش متوفر، ممكن ميبقاش متوفر في البيت. بس انا كده عندي الطبق ده جاهز، هعمل ايه؟ تعالوا بقى نقدم الطبق الاخير. ناخد بس اي بقايا من سائل الجمبري ده. بص يا ابو حميد معايا كده، تخيل طبعا الريحه، طعم خطير هنا. يلا بينا، هاخد كده المكرونه والفها هنا كده زي ما بنعمل دايما عشان ناخد شكل منتظم الى حد ما. هنحط كذا دايره فوق بعض، شايفين الشكل اللي انتوا بتشوفوه في المطاعم بيتعمل ازاي؟ سهل جدا الموضوع. يلا حط التانيه دي كده جنبها هنا، بس وده كفايه كده جدا. يلا ده الطبق، خلينا نحطه هنا على السفره و نديله بقى كده توليفه بسيطه او شويه، بس شويه قليلين كده من الجمبري. تعالوا بقى نتكلم عن سفره النهارده واحنا شغالين. النهارده احنا عملنا ايه؟ النهارده لو انتوا لاحظتوا عملنا ثلاث وصفات، الثلاث وصفات دول كانوا السي فود هو العامل المشترك فيهم. عملنا النهارده الطبق اللي انا برصه ده، وطبق الفيتوتشيني بصوص الطماطم والجمبري. في نفس الوقت عملنا يخنه الكابوريا ببصل القوارمه، وعملنا كمان في نفس الوقت الكاليماري بالتورلي او بالخضروات المختلفه. دي كانت وصفات النهارده، ودي كانت سفره النهارده. اتمنى ان هي تكون عجبت حضراتكم، واتمنى ان تكون هي تكون اضافه لوصفات السي فود المعتاده اللي انتم عارفينها وبتحبوا تعملوها. اشوفكم ان شاء الله بكره في نفس الميعاد.